جيدسون سيلفا الحاضر بجانب مايثير يأمل بنقاط هي في غاية الأهمية. نعم نقاط يحتاجها كلا الطرفين، يحتاجها كلا الفريقين من خلال هذا اللقاء. يا ترى تكون لمن؟ لذلك دعونا نشاهد، دعونا نتابع. هيليو سوزا المدرب لنادي قطر أيضا هو الآخر قد استعد. لابيدلي يأتي بالصافرة، سمير المعرفي واصفا معلقا يصطحبكم متابعينا عبر قنوات الكاس من خلال أجواء هذه المواجهة، هذا اللقاء ضمن لقاءات الأسبوع العاشر من دوري نجوم إكسبو، ضمن لقاءات هذا الأسبوع لقاء هام قطر. 4-1 4-1 على صعيد الأسلوب واللاعب في داخل أرضية ملعب اللقاء. الكرة الأولى مبينزا كاد أن يبدأ قصة هذا اللقاء، مبينزا كاد أن يبدأ قصة هذه المواجهة للبنفسجي لمعاذر، لكن ساطع عبد الناصر يستساطع يتساطع في الجولات الماضية. كرة اليسار واصل الآن، محاولة عكسية، التغطية وين؟ علي عوض على الكرة تتهيأ. محمد يبدأ القصة للملك القطراوي، هدف أول للملك، هدف أول لنادي قطر. شوف الكرة، خطأ من الدفاع، علي عوض بعد ذلك، هوبا يا يوسف محمد، انطلاقة حاضرة، محاولة بعد ذلك، مرور، فرصة لهدف ثاني، الكرة تتهيأ لدى الملك، تسديدة مرت 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 مرت. خطير الملك القطراوي، هو الأكثر خطورة، عناصر هيليو سوزا، عناصر البرتغالي، كادت أن تأتي بهدف ثاني وبكرة من جانب برونو. عادت يا برونو، عادت يا تابات، رغم أنها نقلة اليمين، محاولة وتمرير، عبد الرحمن لعب الكرة رشيد والعكسية. يا لهذا الجمال، جمال محمد يعيد معاذير، جمال محمد، شوف العكسية المثالية، نقلة وتمريرة، عينك عينك عينك، قايل لك هو دينيس، هو عربك خلف كل خطر لمعاذر، وجمال محمد ارتقى وذكر بعد ذلك لتعانق مرمى ساطع عبد الناصر. صارت 1-1، صارت 1-1 على الملك. هذه اللقطة حاول عيسى أحمد أن يتحاشاها ولكنها لمست يده. الصافرة ركلة جزاء لمعاذر من العبيدلي، ربما الآن يعطى القرار. نعم كذا، والحسوني ركلة جزاء لمعاذر، أيمن الحسوني وساطع الحسوني. حسوني يضع، يكتفي فقط باوي من اجل التعديل لنادي قطر. الان برونو تاباتا وفيناردو برونو، جول ثاني، التعادل ياتي الان باقدام برونو تاباتا.
2-2 في نفس المكان الذي سجل به الحسوني. على الطرفين مباراة لا يمكن التنبؤ بمن يكون الفائز بها. ركلة ركنية الآن حاضر لدى ماذر، بعد ذلك محاولة سيبستيان عايد، تسديدة من دينيس خطيرة. ياهو خطير قلبك، ياهو خطير قلبك، قلبك خطير. بشار رسان وأيضا تباتع. جورج يعطي التعليمات، آخر كورة وربما تكون آخر صورة في هذا اللقاء. كرة ثابتة الآن، الترقب نفذت عالية. الله، كش ملك ناوي. نعم 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 نعم، ينجحون بالحصول على النقاط الثلاث الأهم هذا الموسم. ربما بدر بنون، بدر يا بدر، ليرتفع بعد ذلك العالم الأصغر. معاذر ونادي قطر في دوري نجوم إكسبو، يا لها من ليلة كانت حاضرة.